في مكانك. بإيديكم بس هنقدر نبني. ما هي بنتك بنتي وابنك ابني. ابني معانا الحلم هيكبر فرحهم على قد ما تقدر. كل ما تبني عندك يكتر ده الخير هيزيدك ويزيدك. تبرعوا لبناء مستشفى الكبد المصري ببلطيم على حساب 700-700 في البنك الأهلي المصري وبنك مصر. السلام عليكم. اللي شفناه دلوقتي ده حلم إن شاء الله هيكمل. هيكمل بفضل المصريين. الحقيقة مستشفى 700-700 للكبد والجهاز الهضمي ببلطيم حلم خيري عظيم لخدمة أهالينا المحتاجين، مش بس في بلطيم، لا في كل المنطقة اللي حواليها. ربنا يوفق القائمين على أن المشروع ده يكمل، ربنا يديهم كل الخير والثواب، وربنا ينفع بيهم، وربنا يحنن كده قلوبنا على بعض ونمسك في إيد بعض ونتبرع لمستشفى 700-700 والحلم يكمل، وإن شاء الله نروح نصور وإحنا بنفتتح المستشفى. بيشرفني في الفقرة دي واحد من أبناء مصر المحترمين اللي الحقيقة ربنا اختصهم بقضاء حوائج الناس زي كل اللي أنا قابلتهم ليهم علاقة بالمستشفى دي. ابن من أبناء مصر حتى لما راح في الخارج كان كل أمله يساعد في بناء هذه المستشفى الخيري. بيشرفني الأستاذ فوزي جعوان أحد القائمين على الصرح الطبي الخيري مستشفى الكبد والجهاز الهضمي ببلطيم من المقيمين بالخارج. إزاي حضرتك؟ أهلا بيكي ومتشكر لحضرتك على المقدمة الجميلة. أنت وكل القائمين على البرنامج بصراحة يعني أسرتونا بالحالة الجميلة اللي ملمة بكل الناس حاليا دلوقتي بفضل برنامجك الجميل ودعمك للمشروع وزيارتك له على أرض الواقع. كانت دفع علينا احنا كمان بره وجوه ان احنا نكون يعني عندنا سعادة بان احنا في حد حاسس بالمشروع معانا والحلم بيتحقق وان شاء الله على ايديكم باذن الله. ان شاء الله حياتك. انا لما رحت شفت هذا الصرح الخيري العظيم فمبنى قائم حاجة عظيمة جدا جدا، فبقول لهم ده خلاص ده فات الكتير ما بقى الا القليل. فقال لي لا ده فات القليل ما بقى الا الكتير. صح، لسه يعني مشوار كبير جدا جدا بس حاجة عظيمة. زعلت ان المسألة يعني قالوا لي، انا فاكرة المسألة دي ايه طلعت في شهر شهرين كده. قالوا لا ده 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 كل يعني تبرعات كانت شحيحة شوية او يعني مش قد عظمة اللي بيتعمل. فكانوا واحدة واحدة، فخد زمن اكتر من 6 سنين تقريبا في 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 تكوين هذا العظم، هذه العظمة اللي انا شفتها. فرحت بدعم كل اهالي بلطيم من اصغر طفل في المدرسة اللي كان بيتبرع بجنيه لناس افاضل وناس عاديين ورجال اعمال بس المشوار كبير. فانا قلت لهم ما يصحش باقي المصريين ما يعرفوش ان في شيء خيري لله بيتعمل وما نقولهمش. طبعا ما هو حضرتك احنا بنقدر، المصري بياخد القرار فبيقدر. اكيد دي حقيقة، بس لازم نعرفه. فانا بالزبط. كان هدفي قلت باذن الله احنا هنفضل ورا المشروع ده، حضراتكم معانا ان شاء الله كل اسبوع باذن الله لحد اليوم اللي هنفتتح فيه المستشفى ان شاء الله، وتكوني على قائمه ده أنا أتشرف. الاوائل في المشروع ده انا اتشرف والله. وان شاء الله انا ببشر حضرتك بجهودكم في البرنامج ان شاء الله وبدعمكم المتواصل معانا والمستمر، ومن كل المصريين اللي هم اهلنا الغلابه اولا لانه هم اهم عنصر في المشروع. دول اللي فوق دماغنا، دول اللي فوق دماغنا، دول اللي هيدخلونا الجنه. وحقيقه علشان اكون واضح معاكي، هو المحرك الرئيسي لهذا الحلم والمشروع هم الناس دي، لان الناس دي لابد انها تلاقي فعلا خدمة طبية محترمة
غير مشروطه. طيب خلينا نبتدي بقى من عندك انت. طيب. وحضرتك ابن من ابناء هذا الوطن العظيم مصر، وبتعمل في الخارج. تمام. قول لي تجربتك الجميله اللي انا سمعتها وانا مش عايز احكيها، انا عايز الناس تسمعها والله. بنفس الطاقه اللي انت حكيتها لي بيها. الله يخليك. اتفضل. والله هو في بدايه المشروع طبعا احنا كشباب من اهل بلطيم والبرولوس والمحيطين بالكامل عندنا نفس الحماس، يعني انا ما بخصش نفسي بل بالعكس كل حد فيهم يمكن اكتر حماسا مني كمان. انا شفت بنفسي والله زي ما بقول لحضرتك من اصغر طفل لاكبر حد. عايز اقول لك ان بره عمال وناس موظفين في شركات وده كله فرحوا جدا بالمشروع وكان عندهم طاقه انهم يعملوا حاجه للمشروع ده تكون دائمه شهريه وكانها زي مصروف البيت، يعني كل واحد قال انا لو عندي 5 اولاد يبقوا 6، لو عندي ولدين يبقوا 3، فعمل مصروف للمستشفى شهري زي الجمعيات اللي بنعملها. ما هو برضو المشاركات ده الاجتماعية. ده ذكاء ليه؟ آه. اللي بيطلع جنيه هو بيحافظ بجنيه ده على بيته طبعا. وعلى عياله وعلى ماله وعلى صحته، فهي المنفعة متبادلة. أنا عايز أقولك اللي بره على عكس ما الناس كتير جدا بتكون واخدة فكرة ان اللي بره مثلا قد ملهي. يكون متيسر ماديا او ملهي او عنده خدمات او منعزل عن الواقع في الشارع المصري، بالعكس هو اهله والدته اخته زوجته واولاده مقيمين جوه طبعا. المدينة يمكن بيعانوا اكتر من اي حد ان هو مش موجود حواليهم غربة، فمحتاج ان يكون حواليهم خدمة كويسة صحية طبعا. وطبعا احنا في المجتمع الريفي والمجتمع زي بلطيم زي ما جيتي شفتها حضرتك كلنا قريبين من بعض. أيوة. كلنا قريبين من بعض متكاتفين زي ما حضرتك شفتي المبنى العملاق الضخم ده. يعني يا فندم والله مصر كلها كده، وانا بقول يعني وانا قد التحدي ان اي حد بيتفرج علينا دلوقتي وشايف احنا بنقول ان في مستشفى اسمها 700 للكبد والجهاز الهضمي ببلطيم، اهلنا هناك محتاجيننا، اقسم بالله لو في اخر الصعيد لو في اخر لو في على حدود مصر بالظبط كله هيتكاتف. واحنا شفنا ان في اطفال كانوا بيتبرعوا بجنيه وده يعني فمش قليل. بس انا طبعا. بقى هسال حضرتك اتفضلي. لو انا دلوقتي قاعد بتفرج وانا حالا اهو عايز اخد الثواب وعايز ادي من مال الله لله، اعمل ايه؟ اتبرع ازاي؟ شوفي احنا عندنا اكتر من قناه للتبرع. هنبتدي بالقنوات اللي هي متاحه حاليا وموجوده اللي هو البنك الاهلي المصري وبنك مصر اللي هو حساب 700 مستشفى الكبد والجهاز الهضمي ببلطيم. تمام. ده عن الحسابات. تمام. وعندنا تليفونات اهي دلوقتي قدامنا نصورها بالموبايل علشان ما يبقاش عندنا حجه. لو انا مش عارف هروح ازاي ولا اعمل ايه هتصل بالارقام دي وهم بالظبط هيعرفوني. وبقول لحضراتكم ومش ببالغ، التبرع من جنيه يعني، وهقول لكم مش انا اللي هقولها طبعا، الباشمهندس هيقولها لنا ان ازاي عملوا كده حمله للتبرع بجنيه. طب اشرح لنا بقى حمله التبرع بجنيه دي. حمله التبرع بجنيه دي كنا في مناسبه عيد الاضحى. ايوه. وفكرنا ان احنا محتاجين نشارك الاطفال حسيا ووجدانيا للمستشفى. فعملنا منشور على الفيسبوك بان احنا بنعمل هنعيد على المستشفى بجنيه. هنعيد على المستشفى بجنيه. ففي صلاة العيد الله. عملنا لهم صناديق وكان في ناس قائمة عليها والأطفال اللي بتصلي العيد بتتبرع بالجنيه في الصندوق. عايز أقول لك المنظر كان خيالي. الإحساس بتاع الطفل وهو جاي فرحان في الفلوس والله والبركة والأجمل لما تطلعي جنيه واتنين جنيه والمبالغ دي والله هي اللي بتعمل المستشفى. والله يا فندم أيوه. وهي برضو مش فكرة يعني وجهة نظري مش فكرة إن أنتوا هدفكم الجنيه. لا. هدفكم إن الطفل ده الطفل اللي هيتربى في البلد دي بالزبط. يعرف إن دي بتاعته هو شريك فيها فهيحافظ عليها بالظبط وهيفضل داعم ليها لأن دي حاجتي. وبعدين ده موثق، يعني بكرة هيشوف نفسه وهو كان بيحط الجنيه وهيشوف نفسه بكرة وهو لابس بلطو أبيض دكتور في نفس المستشفى. يا سلام. ويخدم أهله ويخدم أهل بلده وأهل منطقته لأن هو عامل مشترك للجميع، يعني إحنا بنعمله للي بعدنا. طب إحنا كمان معانا محب للخير وداعم للمستشفى وابن من ابناء مصر المحترمين على التليفون الباشمهندس صبري بهوت، وهو احد المهتمين بالعمل الاهلي والعمل العام بالبرولوس. استاذ صبري ازي حضرتك؟ اهلا وسهلا يا فندم، مساء الخير. شرفتنا وانستنا.
انت اللي منورانا، ربنا يبارك. والله بحس ان انا باخد منكم البركه، ربنا يخليكي ويبارك لانكم اهل الله واهل يعني السعي في الخير. كلمني يا فندم عن حماسك الكبير زيك وزي كل اخواتك اللي موجودين لدعم المستشفى لصالح المستشفى. ايه؟ انا عايز اولا احيي ضيفك الكريم الاستاذ فوزي جعوان، احد الفرسان العظماء في هذا المشروع الضخم. الله يبارك فيك. اللي كان شبه المستحيل، استاذنا كلنا يعني. والحقيقه انا كبروليسي الاول عايز اعبر عن فرحتي وتقديري بهذا المشروع الضخم الجميل جدا الغير مسبوق تقريبا بهذا الحجم. ما شاء الله. وموقعه العبقري على ضفه بحيره البروليس الساحره، من اي مكان واي ارتفاع فيه بيطل على سطح ممتد جميل، وزمان حضرتك شفتيها يعني. الحقيقه كمان هو موقع استراتيجي لانه كمان على الطريق السريع الدولي، على الطريق الدولي، الطريق الدولي بين كفر الشيخ فالوصول ليه سهل جدا. وطبعا انا بشكر الدوله انها خصصت لنا هذه المساحه جداً. وهذا الموقع الفريد لبناء هذه المستشفى، وما بخلتش على المصريين بحاجه، والحقيقه وفرتها تقريبا بلا مقابل. فشكرا لبلدنا، واحنا في ايدينا في ايدين بعض، وبلدنا ايديها فوق ايدينا. هو بلا مقابل تماما، لان ده عده ملايين من الجنيهات. ده اكتر والله يا فندم. الموقع اللي انا شفته بالمساحه اللي انا شفتها، لو اتباعت لمستثمر البلد هتحصل على، لكن مش خساره في المواطن، مش خساره في ابن البلد دي، وده اللي الدوله دايما بتؤكد عليه. ده مش بيخدم 300,000 مواطن بس في البرولس، ده بيخدم محافظة كفر الشيخ كلها، وبيخدم الامتداد الساحلي ما بين دمياط ورشيد، اي تجمع سكني في 150 كيلومتر سهل جدا الوصول لهذه المستشفى بهذه البساطة. وانا الحقيقة عايز يعني احط خطين تحت اعتبار مهم جدا، ان ده جزء من نشاط جمعية الإيثار، وجمعية الإيثار دي أحد المنظمات الأهلية في مصر، واللي بيشترك في هذا العمل مهتم بالشأن العام. تمام. وأنا عارفة كمان بالشأن العام. أنا عارفة إن يعني بدون قطع كلام حضرتك إن مؤسسة الإيثار الدولة بتشرف كمان عليها. طبعا. ومع ترخيص جمع المال. طبعا دي تبع التضامن الاجتماعي. بالظبط كده. هو بس اللي عايز اقول بس نقطة مهمة لكل حد يعني في مصر كلها. اتفضل يا فندم. ان الاهتمام بالشأن العام ممكن ياخد احد طريقين. اما ان انا اشتغل في السياسة وادخل الانتخابات واعمل خصومات واعمل حاجات في النهاية تؤدي الى عداوات اجتماعية. او ان انا اختصر السكة واعمل مستشفى الكبد والجهاز الهضمي. والحقيقة دي يعني احد وجهة نظر يا فندم. احنا بنعمل هدف المستشفى انها تبقى مستشفى للعلاج بالمجان. لكل ابناء المنطقه المحيطه بيها، فما لهوش يعني سياسه، ما مش شايفه ما لهاش حاجه، ما لهاش دعوه يعني هو ده. هي عظمه سياسه الدوله انها بتدعم المؤسسات الخيريه وبتشرف عليها وبتديها يعني كل الدعم وكل الخدمات، بس بعد كمان ما الدولة تتأكد ان ده مشروع حقيقي. أنا عايز بيقام في اشراف عليه، فهي مسألة ملهاش دعوة بأي سياسة. إلا لو حضرتك بقى عايز ترشح نفسك في الانتخابات. هو أستاذنا بيقصد حاجة. عايز أقول لحضرتك إن دي فلسفة صوفية. أيوه. دي فلسفة صوفية أنا أزعم إنها أحد مكونات شخصية بطلنا في هذا الموضوع المهندس أحمد الكرزوني. تمام. ان هو طرح الفكره في ظرف كان في جدل كبير في البلد، لقى اللي يساعده، اتحطت على ارض الواقع، استعان بفريق عبقري تقدر تقولي عليه. انا بشكر حضرتك. وهو كمان شريف، بما ان حضرتك يعني بتتكلم في 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 المناهج الصوفيه، فهو الاذن بالتيسير. أيوة. وربك اذن فربك يسر. ربنا يسر. اللهم امين. اللهم امين. يعني انا عايز احيي فريق العمل القائم على هذه المستشفى. هم على فكره مش منتظرين، ما حدش عايز. اللي هم جابوا القرى وجابوا هم يا فندم. انا واثقه ان اي حد الحقيقه بيدعم
هو مش منتظر شكر من الناس، ولا يعني هو منتظر رضا ربنا زي اي حد بيحط جنيه. هدفنا كلنا في اي عمل خيري انه صافي لوجه الله الكريم، يعني كامل مجهود لوجه الله الكريم، ولا حد عايز شكر ولا حد. احنا أكيد. بس كل الحكايه احنا بنعرف الناس، لان مستشفى زي دي انا شخصيا ما كنتش اعرف ان في يعني في ناس محترمه من اهل الله بتهتم بانها تبني كيان عظيم زي ده. بس الاستاذ صبري تحديدا، بس عايز اوضح لحضرتك حته، هو كان بيقصد ايه لما اتدخل في الموضوع؟ هو بيقصد توليد طاقه الشباب والطاقه الاجتماعيه نحو هدف ومشروع كبير جدا في البلد بيخدم الجميع. أيوة. وما يتشغلش بالتفاهات او بالمهادرات. بص حضرتك، احنا بره يعني الكلام كان ده، كان في قدامنا هدف كبير. زي ما هو الهدف الوحيد اللي عندنا خدمه المحتاجين اللي ما عندهمش امكانيه. بس بالظبط السياسه دي نسيبها لاهلها، مش منطقتنا ولا حتتنا ولا انتخابات ولا الحاجات دي طبعا. ولا يعني ما انا ما عايز ابشر حضرتك كمان، اتفضل. بس هو فاضل دقيقه معانا على طول على السريع، ان احنا شغالين على موقع هيكون فيه للناس اللي عايزه تتبرع للمستشفى. أيوة. ان شاء الله. أيوة. هيكون فيه تبرع اونلاين عن طريق موقع المستشفى مباشره. أرجوك يعني ده بقى ممكن عايزينه. كل واحد هيكون في البيت بالموبايل بتاعه او بحسابه او في اي مكان، او يقول لابنه، هيقدر يعني يتبرع اللي زي حالاتنا ما بيعرفوش اونلاين. فانا هقول لابني لو اي جد او جد قاعده تقول حفيدها. وعلى فكره حسابات المستشفى في البنوك، يعني حتى لو قال لاي موظف بنك المستشفى 700 ايه بعد اذنك؟ البنك الاهلي المصري، البنك الاهلي وبنك مصر الحساب 700 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
انا عايزه ابرع المستشفى الكبد والجهاز الهضمي ببلطيم 700 700. انا اتفضل كمان حاجه بسيطه بس بسرعه في ثانيه اتفضل. ان الناس اهالينا التعبانين احنا بنعمل لهم وشغل لهم على كارت صحي مجاني، انه هيكون اللي هم اللي بينطبق عليهم الحالات، بمجرد ما يخش المستشفى ان شاء الله في التشغيل ويضرب الكود حق البطاقه بتاعته هيلاقي الفاتوره زيرو. فدي حاجة له. يعني بس نتمناها للجميع وبفضل الله ان شاء الله وتكوني موجودة ان شاء الله معنا وبجنيه لكل المصريين ان شاء الله. ارجوكم ده طريق الخير وطريق ربنا وربنا دلنا على الطريق، بلاش بقى نتلكع ان شاء الله. شكر حضرتك باذن الله. شكرا لحضرتك واهلا بيكي. للاسف الفقره دي خلصت، استنوني الفقره الجايه مع مولانا الشيخ محمد رضا ان شاء الله هتعجبكم. النهارده السبت ويعني شرفنا ومنورنا وهلته علينا كده هله بركه والملائكه كده حواليه مولانا الشيخ محمد رضا. الله يبارك فيك. من علماء الازهر الشريف ومن مؤسسه نبض الحياه، شرفتنا وانستنا. ربنا يعزك. وعايز اقول لحضرتك يعني ربنا يعني يجعل فضل الله عليك كده دائم. الله يرضى عليك ويزيدك يا رب. يا رب انت سليل الاكابر من ساداتنا يعني. ربنا يتقبلنا يا رب. اللهم امين. فوجود حضرتك كل يوم سبت ده بيبقى كده يعني بناء على كل الناس اللي بيوصوني بيبقى كده ليه فرحه عند الناس. الله يرضى عليك. ربنا يكرمهم جميعا يا رب. ويقضي لكل واحد حاجته. اللهم امين. ويحسن ختمنا جميعا يا رب. اللهم امين. الدعوه الحلوه دي اهو الناس نابها خير اهو. طيب حضراتكم معودنا في الفقره دي بنبتديها بالصلاه على سيدنا النبي. أحمد الحق تبارك وتعالى وأصلي وأسلم على خير خلقه سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. اللهم صلي وسلم وبارك على سيد الوجود والبركة العامة في كل موجود صلاة وسلاما دائمين متلازمين إلى يوم الدين وبعد. اللهم صلي وسلم وبارك على سيدنا محمد النور وأهله. شرفتنا مولانا. الله يرضى عليك. ربنا يبارك فيك. اسمح لي بس في كلام كده أخت من أخواتنا، يعني أنا عارفة أن هم مش هيتبسطوا قوي بس أنا محتاجة أقول أساميهم، لان الناس دي يعني انا نفسي كل ست بتشوفنا تغير منهم. دول سيدات مع مؤسسة نبض الحياة كأنها يعني حياتهم وروحهم من كتر ما هم عندهم ثقة فيها. ففيهم ناس موجودين مع مؤسسة نبض الحياة من اول يوم ولحد النهاردة، وربنا يكرمهم وفي ميزان حسناتهم كل خير بيعملوه هدفه ابتغاء وجه الله الكريم. الحاجة سمية من اسكندرية، يا حاجة ربنا يكرمك ويديلك الصحة والعافية ويشفيك بحق جاه النبي، وكلنا نأمن ونقول آمين يشفيك يا سمية يا بنت حواء وآدم ويرضيك بحق جاه النبي. ومش عايزة، انت مش مستنية شكر من حد يعني ولا حاجة، بس أنا بالنيابة عن مؤسسة نبض الحياة أنا بشكرك وفي ميزان حسناتك كل اللي بتعمليه. واحدة كمان دي بقى كمان يعني نتشعلق فيها كده يوم القيامة، لأنها ست
ست كلها بركة. الحاجة حمايات بدير من بلقاس. يا حاجة حمايات الله يسعد قلبك ويرضيكي ويزيدك، وتفضلي دايما مستمرة في عمل الخير وفي ميزان حسناتك كل اللي بتعمليه، ويا رب يجعلنا من بركاتك وانا غيرانة منك. يعني يا رب كده يجعلنا زيك، وادعي لي. ابار ونخل طب قول لنا بقى الحاجه بقى. ابار ونخل مشتركه معنا في كل حاجه، مش حاجه واحده. لا 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 لا، يعني هي ما شاء الله. ما شاء الله ما شاء الله. طيب في كمان اختنا الجميله حبيبه ربنا الحاجه نبيها اسماعيل ابو الخير. يا حاجه نبيها يا حبيبتي من بسيون. من بسيون. من بسيون، من الصلحاوي غربيه، صح كده؟ يا حاجة نبيها الله يكرمك ويرضيكي ويبارك لك في أولادك وفي حياتك، وادعي لي عشان انتي بركة واللي بتعمليه برضه في ميزان حسناتك، وانتي مش يعني كل دول مش مستنيين شكر والله العظيم، بس أنا من كتر ما هم ملتزمين التزام يخلي الواحد يغير منهم مع مؤسسة نبض الحياة، ولما تسألهم يقولوا احنا مصدقين ثقة عمياء لأن بنفسنا بنروح وبنفسنا شفنا ومش هنتوقف، مش بيعملوا حاجة كده، صح مولانا؟ الحاج نبي هذه متبرعة في 8000 فدان بنخلتين ما شاء الله. ده 8000 اللي لسه جايين. الحاج نبي لحقت سباقة في كل حاجة، ما شاء الله ما شاء الله. عقبالي الكل. طيب أنا عايز أسأل حضرتك على في أشياء يفضلها الله عن الأشياء الأخرى، يعني مثلا أيام يفضلها الله، أشخاص يفضلهم الله، أعمال يفضلها الله. نعم. فما تغششنا كده حضرتك بعلمك، إيه هي الأعمال اللي يفضلها الله؟ ولو أي حد عملها بياخد ثواب زيه زي التاني ولا بتفرق؟ أولا الأعمال التي يحبها الله سبحانه وتعالى هو أول شيء ذكر الله عز وجل، ده أفضل عمل الإنسان يتقرب به إلى الله. وبعدين الصلاة المكتوبة، بر الوالدين، الزكاة، الحج، جميع الأعمال الصالحة هي تقرب وتقرب من الله سبحانه وتعالى. يعني الإنسان بيتقرب بها دايما إلى ربه تبارك وتعالى، فدي أحب الأعمال إلى الله. ومن أحب الأعمال إلى الله ومن أفضل الأعمال إلى الله سبحانه وتعالى أن يتقرب الله سبحانه وتعالى بأفعال الخير وبقضاء حوائج الناس. وأفعال الخير منها أفعال كثيرة جدا. فإذا كان الإنسان يرى أن في عمل ما تقرب إلى الله سبحانه وتعالى، احنا قلنا أفضل شيء الذكر، الصلاة على وقتها، بر الوالدين، طيب قراءة القرآن، طيب كل الحاجات دي بتتجمع فين مكان، في أي الأماكن. لو احنا جينا عشان نبص ونشوف أين يذكر اسم الله والإنسان خاليا، أو يصلي الإنسان وهو متوجه إلى ربه تبارك وتعالى، طب ندور كده في بيته، هيلاقي تليفون بيرن. أيوه. هيلاقي حد بيضرب الجرس بتاع البيت، ابنه بيتكلم، عيل بيتكلم، حفيد بيتكلم. يعني أي حاجة هتشوشر عليه، علما بأنه لا يحرم التشويش على المصلي ولو بقراءة القرآن. يحرم التشويش على المصلي ولو بقراءة القرآن، عشان كده كانوا بيحرموا الكلام في المساجد لأنه يأكل الحسنات كما تأكل النار الحطب، عشان بيشوش على الناس. أيوه. والمساجد لم تجعل إلا لذكر الله، فعلشان كده كان شيء بيجمع كل أعمال الخير، ذكر الله وإقامة الصلاة وقراءة القرآن وتعليم الأولاد والدعوة في سبيل الله، كل ده بينجمع في حته. ولذلك يقول لك ايه، من السبع الذين يظلهم الله في ظله يوم لا ظل الا ظله، رجل قلبه معلق بالمساجد، عشان هو قاعد في المسجد وعايز يتنو فيه. ما انا طول ما انا في المسجد يا اما معايا السبحه، يا اما بقرا قران، يا اما بصلي، يا اما بذكر الله، يا اما بعلم قران، يا اما بقول درس ديني او بسمع لدرس ديني، اي شيء فيه عمل خير أو أعمال الخير مجتمعة في بيوت الله سبحانه وتعالى التي أذن الله سبحانه وتعالى في رفعها، في بيوت أذن الله أن ترفع ويذكر فيها اسمه، أحب الأعمال إلى الله. أيوة. يسبح له فيها بالغدو والأصال رجال لا تلهيهم تجارة ولا بيع عن ذكر الله، تاني. أيوة. وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة،
يخافون يوما تتقلب فيه القلوب والأبصار. هستأذن حضرتك بعد كلامك الطيب ده نشوف تقرير له علاقة بالمساجد وحضرتك تتعلق لنا عليه بعد ما نشوفه بعد إذنك. نشوف التقرير ونرجع تاني لحضراتكم. سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم علمنا ازاي استثمر مع ربنا سبحانه وتعالى، لا سيما لما بنمشي ونروح مع مؤسسة نبض الحياة في كل أنشطة الخير اللي مؤسسة نبض الحياة بتقوم بيها، سواء كانت أنشطة في المية، سواء كانت أنشطة نخيل، سواء كانت سترة، سواء كانت كفالة أيتام. كل أنشطة الخير دي بتقودنا لفين؟ لمكان عظيم جدا عند ربنا سبحانه وتعالى في الآخرة. حملة بناء المساجد، الحملة العظيمة اللي بتقوم بيها مؤسسة نبض الحياة، أحد الركائز المهمة في جمهورية مصر العربية بتقوم بيها المؤسسة كل المحافظات. وهذا المسجد يعني كما هو معلوم بني سنة 82، وهو المسجد الوحيد في عزبة عبد النبي حمادة التابعة لقرية حفص مركز دمنهور بحيرة. اغرب مسجد بالنسبه لنا احتوار بتاع 2.5 ولا اكتر، وطبعا بالنسبه لنا طبعا ارياف، وتعرفين طبعا بيبقى في الشتاء بيبقى فيه طبعا مشكله كبيره طبعا بالنسبه لايه للتناقل وقصه زي كده. انا اكتر من يعني 7 سنين او 8 سنين طبعا ما يعني مغلق خالص. احنا اتكلمنا كتير جدا في فضل بناء المساجد، ويكفي فيه فضل الحديث اللي سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم بيقوله: من بنى لله مسجدا بنى الله له بيتا مثله في الجنة. الله سبحانه وتعالى يبني، الله سبحانه وتعالى يعمر القلوب بإعمار البيوت. تخيل كده حضرتك معايا لما تكون سبب في ان حد يسجد في الحتة دي ويذكر ربنا سبحانه وتعالى، إمام يقف يعظ الناس ويذكرهم بكلام ربنا وكلام سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم، واحد يقف هنا ويقرأ قرآن ويصلي والناس تسمعه، حد قاعد على الحيطة دي وساند عليها وهو بيفتح المصحف وبيقرأ فيه، أولادنا لما يلاقوا مكان ومأوى ليهم يقرأوا فيه القرآن، الناس بتبكي والله العظيم لمجرد إن هم حسوا بأمل إن المسجد ده هيقدر يقيم شعائر الله سبحانه وتعالى. تخيل ان انت بتعيش في مكان ما فيهوش مسجد، كيف يكون حال يعني حال الناس عامل ايه؟ حال الاطفال هيروحوا فين؟ هيتربوا فين؟ كيف يكون حال الناس الكبيره اللي هي ما تقدرش تصل الى المسجد؟ فضلا عن الشباب، فضلا عن ان الناس يعني ربما بيعدي الوقت ما يسمعوش الاذان اصلا. فطبعا تواصلنا طبعا مؤسسه طبعا نبض الحياه، وهي طبعا مشكوره ان هي طبعا تواصلت معانا، وان شاء الله باذن الله يعني يكون فيهم الخير يعني ان هم ايه يقدروا ان هم يساعدونا ان احنا نبني مثلا المسجد عشان برضو اطفالنا الصغيرين وعشان طبعا الناس الكبيره، وربنا يعني ان شاء الله يقدم في الخير طبعا، ربنا يسامحنا ان شاء الله. محتاجين من حضراتكم الدعم ان احنا ننهي هذا المسجد في اقرب فرصة وفي اقرب وقت. انا بتكلم وكل حرقة وكل امل ان ربنا سبحانه وتعالى يبعت لنا اهل الخير في ان هم يكملوا معانا المسجد ده، ونبدأ في بناء المسجد ده في اقل وقت. تقدر تيجي تشوف وتعاين بنفسك، وتقدر تحدد شكل التبرع بتاعك، تقول يا جماعة أنا علي أدوات السباكة كلها، يا جماعة أنا علي الفرش بتاع المسجد، يا جماعة أنا علي النجارة، يا جماعة أنا علي السقف الدور الأول. عارف يا مولانا أنا بتحرج من ربنا، وأكيد كل حد بيشوفنا بيتحرج ان في حال مسجد بيت من بيوت الله بالشكل ده. يعني ده المفروض ده يعني اقول ايه، ربنا بيختبرنا. يمكن لو ما نعرفش اظن مش هيبقى في حساب قوي، لكن لما نشوف بعيننا دلوقتي ان في مسجد من مساجد الله بالمنظر ده ونسكت ولا كاننا شايفين، ده احنا حسابنا مضاعف والله. جسمك كشعر يعني سبحان الله. ولكن المسجد ده ذكرني، انا طبعا بقالي اكثر من 40 سنه في بناء المساجد ما شاء الله، شيء محبب لنفسي جدا. فهذا المسجد ذكرني بمسجد سنه 2003 وصاحبه جاي عشان يضمه، فطلب مني ان اخطب جمعه عنده.
كنت انا بمر على المسجد ده وانا رايح من جيتور لطنطا. وحضرتك بتتكلم احنا بنشوف كده بقى ايه الانجازات بالمساجد، اللهم صل على النبي، مش المسجد ده لسه ان شاء الله، بس دي المساجد دي اللي احنا شايفينها كانت زي المسجد ده، وبفضل ربنا وبفضل الطيبين اللي ان شاء الله من اهل الله اهي، شوفوا بقى عامل ازاي. اتفضل يا فندم، انا اسفه لمقاطعتك يعني. اتفضل، الله يبارك فيك. فطبعا يمكن جيت في يوم كان في مسجد نفس الشكل ده كده، فرحت الرجل وهو جاي يضمه، فبقول له ده المسجد ده كان، قال انا بنيته الحمد لله، ربنا بناه. فقال لي دعاني لخطب الجمعه، فرحت اخطب الجمعه ولقيت المسجد بقى معمول بالفرعوني من بره وعلى احدث طراز. فطبعا دايما الرجل اللي عازم الشيخ ده يخطب بياخده يتغدى عنده. ايوه. رحت عنده لقيته مدخلني فيلا، لكن الفيلا ما اكتملتش. فبقول له لا، ما تقول لي قصه المسجد. قال لي في يوم يا عم الشيخ انا وانا مسافر، فبعدي على معدي على المسجد ده، دخلت الحمام ما تحملتش ان انا ادخل الحمام، فقلت بقى انا بعمل لنفسي فيلا ممكن ما اسكنهاش واسيب بيت ربنا ده، والله لا اتوقف عن العمل. الحاج صادق ربنا يبارك له، لا اتوقف عن العمل في بيتي وابني بيت ربنا الاول. بيقول لي ما اعرفش الرزق جالي منين ومش ملاحق، واعمل كل حاجه كويسه ومش عارف ايه. تعالي بقى في نهايه في اما خلص المسجد ربنا عمل فيه ايه؟ ربنا اداله ارض، وربنا اداله تاني يبني مسجد تاني، وخلاص وخدها بقى بيبني مساجد. يا ما شاء الله. فتخيل حضرتك يعني انا يمكن تليفونه عشان راح مني مش عارف اتواصل معاك، كنت لان المسجد ده احنا بنعرضه. الحاج صادق. الحاج صادق. يا حاج صادق ربنا يديك الصحه والعافيه وفي ميزان حسناتك. اهل الخير، ده مسجد ده نسيبه كده؟ نسيبه بالشكل ده؟ الناس مش عارفه تصلي. طب انا لو انت ينفع او ترضى تدخل تصلي في المسجد ده؟ ترضى؟ طب ترضى ان اخواتنا دولت اللي هم مش قادرين يا اخي؟ ده انا قلتها قبل كده، قلتها في اللقاءات تانية. يعني اعتبر يا سيدي انت في فرح وانت بتنجط الفرح ده ربنا، بيت ربنا، وحط في بيت ربنا طوبه بيك مبنيه من غيرك مبنيه. ربنا بيت ربنا مش بنقوله عدوك، ربنا حبيبك اللي ادالك فلوس وادالك مال وادالك زوجه واداك سعاده واداك صحه واداك واداك واداك، ربنا اللي بيفك لك كل كرب، ربنا اللي بيسعدك في كل شيء، ربنا اللي بيدي لك كل شيء. ليه احنا متوقفين؟ ليه احنا ما معناش فلوس؟ اي حد معاه اي مبلغ يتبرع بيه للمسجد ده. المسجد ده من امتى معروض واحنا عمالين نعرض فيه؟ يعني احنا المساجد اللي حضرتك شفتها دلوقتي في الانجازات، طبعا يعني يمكن انا برضو عايز الاستاذ كريم يعرض لنا عنوان اسكندريه وعناوين اسكندريه يا اسكندرية جماعه. عشان الناس احنا قلنا هنعرض اهو فرع مؤسسه نبض الحياه في اسكندريه. انا مش شايفه يا اولاد، فحد يقول لي فودني عشان انا مش شايفه نظر يعني. شارع الشعراوي. ايوه. من شارع ابو قير محطه لوران، تقاطع شارع الشعراوي مع شارع ابو قير محطه لوران، دي فرع مؤسسه نبض الحياه في اسكندريه. اهل اسكندريه يا اجدع خلق الله، في مسجد بيناديكم. هم وانا والله نفسي هو اقول هو جنبهم في البحيره على فكره. ده جنبهم في البحيره. اللي عايز يتبرع باسمنت ماشي، بحديد ماشي، بزلط، برمل، بطوب، بسجاد. بص بقى طبعا كل حاجه، كل المحافظات اهالينا واخواتنا، بس انا متاكده يا مولانا بعد الحلقه دي اهل اسكندريه هيبقى المسجد ده اتمام بناؤه، هتقولوا ان اهل اسكندريه هم اللي هم التبرعات. يا اهل اسكندريه هم اهل اسكندريه كلهم خير طبعا، وكل اخواتنا في كل البلاد، والله كل طبعا البلاد طبعا، كل المحافظات بصراحه. يعني احنا عمالين نعرض اهو كمان العناوين في المنصوره وكل حته، عناوين مؤسسه الحياه ما بقاش عندنا يعني انا بقول دلوقتي لاخواتنا اللي بيسمعونا، بقول لهم والله عمل الخير ده فرصه. وبعدين انت بتقولي ايه افضل اعمال الخير؟ ده المسجد ده بيعمل ايه؟ فيه ذكر الله وفيه قراءة قرآن وفيه الصلاة وفيه تعليم العلم وفيه وتحفيظ القرآن الكريم للأطفال، كل شيء فيه، كل شيء فيه، كل الخير. إذا كان الإنسان أمامه مسجد بيت من بيوت الله، يعرف أن كل ذاكر وكل مؤذن وكل مصلي بيصلي في المسجد، أنت هتاخد إلى يوم إلى أن تقوم الساعة، حتى ولو أعيد بناء هذا المسجد فأنت لك مثل أجر. شوف الشيخ حافظ كان بيقول إيه؟ أنا قلبي بيتحرق. أيوه. إحنا كلنا حرقة إن المسجد ده ما بنبنيش. يعني أنا مش عارف إحنا بعد كورونا بدأنا لسه بادئين، وعايزين إن شاء الله نجدعنه بمؤسسة نبض الحياة للسبق في بناء 12 مسجد قبل كده، وبنعمل على أحدث احنا شفنا وسخن وبارد وكل حاجه وفرنج وبلدي وكل حاجه الحمد لله. يعني مفيش حجه، اهو عندنا المسجد ده امانه عليكم نخلص منه قبل رمضان، امانه عليكم يعني بستحلفكم بربنا والنبي نخلص قبل رمضان ونفتتحه في رمضان. فلو سمحتم اهل اسكندريه
المسجد شفتوه. اهل اسكندريه واهل البحيره واهل الغربيه والغربيه والقاهره كل اخواتنا يعني التبرع هيجي لو جه من اسوان ان شاء الله هيوصل. طيب انا يعني بشكر حضرتك جدا، للاسف الفقره خلصت، معلش الرقم بتاعنا كام؟ الرقم 15740 بسعر المكالمه العاديه مؤسسه نبض الحياه. استنوني الفقره الجايه باذن الله تعجبكم. مفيش بنت في الدنيا ولا ست الا وتحب تبقى اموره، اموره كده ومزقططه وشها كده في نضاره. الحقيقه كمان العرايس بيبقوا مركزين اكتر في مساله انها تبقى اموره يوم فرح. بنت اختي كان عندها فرح صاحبتها وكده، وهي دايما بتاخد رايي يعني، يا خالته ايه رايك في الفستان ده؟ فقلت لها طب ابعتي لي صوره، مش فبعتت لي صوره من الفرح اللي راحته، فلقيتها متصوره جنب عروسه. اول ما شفت الصوره قلت لها يا نوشه، هي اسمها نشا برضه، قلت لها المكياج ده مين اللي عامله؟ قالت لي خالته دي واحده في المنصوره قمر، اللي تدخل لها يعني. وريتني بقى، قلت لها طب وريني صوره العروسه قبل ما تعمل مكياج. طبعا يعني قمر، طبعا كل البنات حلوين، مفيش بنت وحشه، بس لا. فقلت لها طب اديني رقم الميك اب ارتست عشان تعمل لي. طبعا يعني نفسي تعمل لي بس ما لحقناش لان انا جايه متاخر. فبيشرفني، قلت بقى ايه نجيبها معانا هنا نبتزها في المعلومات علشان كل البنات البلد وكل ستات البلد يعرفوا بقى الحاجات الحلوه في المكياج، وايه احدث حاجه في المكياج، واللي عندها عيب في وشها الدني ازاي، والعروسه ايه الاجراءات اللي تعملها قبل يوم فرحها عشان تبقى زي القمر. مشرفاني النهارده الاستاذه سما صفوت الميك اب ارتست. يا شرف ليا يا روحي والله. يا سما، ايه اللي انت بتعمليه في وش العرايس ده؟ يا حبيبتي انتوا اللي حلوين اصلا. الله والله انتوا اللي حلوين اصلا. كان نفسي اعمل مكياج النهارده بس انا جيت متاخره. متعوضه ان شاء الله، هنظبطها مره ثانيه ان شاء الله واجي لك مخصوص. وتخليني قمرايا. انت اصلا قمر يا نشوى، كلنا بنموت فيكي. الله. طيب دلوقتي انا شفت العروسه اللي انت كنت عامله لها قبل يعني قبل ما تعمل خالص بطبيعتها. طبعا كل البنات حلوين وكله، بس لما شفتها بالمكياج يخرب بيت جمالك يا شيخ حبيبتي. انت ايه ومتعلمه مكياج ازاي يعني ايه ده؟ هو بلس التالنت، انا واخده كورسات كتير جدا. جدا، ماستر كلاسز بروفيشنال كتير جدا. جدا يعني. طيب العروسه اللي انا كنت شايفاها في الصوره عينيها ضيقه، يعني في الحقيقه عينيها ضيقه الحقيقه. اوكي. انا شفت عينيها غزلاني واسعه كده وما شاء الله مفنجله في مكياج الفرح. بقها شفايفها يعني عاديه، شفتها كانها عامله فيلر. كانها عامله فيلر. انا سالت قلت لها هي عملت؟ قالت لا، هي دخلت لنا كده طلعت لنا. احنا دلوقتي شغلنا متنوع، احنا مش بس ميك اب ارتست، احنا دلوقتي بنعالج اي دفوهات في البشره، بنعمل ترطيب للبشره ومعالجات ليها قبل الفرح ب 10 ايام. استنيني. اعتبريني انا بنتي عروسه وجايه لك، فتقولي لي يا نشوى خلي بنتك قبلها بقد ايه تعمل ايه؟ هي بتجيلنا بس. شفت المختصر المفيد. طب هي جات لك لازم تجي لك قبلها مثلا بشهر ولا اسبوع؟ قبلها ولا بشهر او بثلاث اسابيع اقل حاجه يعني. الست عينيها كانت ضيقه، انت وسعتيها كده ازاي؟ طبعا بنوسعها، احنا بنعمل بنغمق مثلا فوق العين شويه وبنسحبها وبنظبط اللاشز في زاويه معينه، بتلاقي العين اتسحبت بقت واضحه جدا ما شاء الله. طب ثانيه واحده، ما كاتلكيش عروسه عينيها واسعه شويه وانا مثلا عندي؟ طبعا بيجي لي عرايس عينيها واسعه اكيد. هقول لك انا عيني من هنا عاليه بقبقبه كده شويه، يعني لو انا جيت لك هتعملي لي ايه علشان تخلي عيني حلوه؟ هي مراحل كتير. بص انت مجرد ما بتبداي بس تمسكي كده الوش، تبداي تفصصي كده فيه، بتلاقي انت بتذاكري الوشوش. يا بنذاكر الوشوش بالظبط، هي انت جبت الخلاصه فعلا في الكلمه دي. يعني مش كل يعني انت مش بتثبتي مثلا المكياج هو ده اللي انت اتعلمتيه فهو ده هحطه على الوش ده؟ لا، هو ده اللي بيفرق بقى البروفيشنال من اللي بياخد مثلا كورس بس وعايز يطبقه. الخبره بتفرق بقى في النقط دي. لان ديت بتبقى بتختلف تماما من عروسه للتانيه. استنيني بقى، مفيش اي حاجه شبه التانيه في يعني في التكنيكس كله من عروسه للتانيه. طب من عروسه للتانيه مفيش يلا اهو انا ما اتكلمتش، اشرحي لي الرسمه، اشرحي لي دي ايه سموكي ده؟ العروسه هنا كانت طالبه ميك اب سموكي. ايوه، كانت طالبه ميك اب خليجي تقيل. أيوة. بس احنا حاولنا نعمله، هي طبعا الصوره هنا اغمق سيكه.
هي كانت طالبه الميك اب يبقى باين قوي وقوي وواضح. اه طبعا. آه لا بس في عرايس دلوقتي الموضه ان هم يطلبوا الميك اب الهادي. لا هادي ايه؟ والله بيطلبوا ميك اب هادي دلوقتي اغلب 99% من العرايس دلوقتي. الله على الجمال. شايفه التدريجات الالوان بقى؟ عايز اقول لك ان دول مثلا يعني ممكن يبقوا خمس ست الوان. اللي في العين؟ اه فوق العين بس غير اللي تحت العين. يا جميله. دي شبه شادي وهي صغيره. ورسمه الحواجب برضو. هو الاريا دي كلها هي اللي بتلفت الانتباه من بعيد ودي اللي بتبقى الفوكس عليها وبتبين العروسه كده واضحه ومنوره. قهوه دي كانها فعلا عامله فيلر الامرايه دي. ده مطلوب جدا دلوقتي العرايس كلها دلوقتي بتطلب مننا ان احنا نرسم الشفايف كانها فيلر. اكنها عامله فيلر بالظبط. طيب هقول لك حاجه. هي ودي انت حاطه لها لينسز. اه طبعا بنختار الوان العدسات برضو بناء على طلب العروسه. يعني في عروسه مثلا بتبقى عاوزه تبقى يعني لون عينيها بني، عروسه ثانيه عايزه تبقى لون عينها ازرق فاتح، عارسها مثلا لون عينيه خضراء فهي عايزه تبقى لون جراي مثلا. طيب كل عروسه بتختار. هل انت ممكن العروسه تختار حاجه وانت ترفضي تعمليها لها؟ تقولي لها يعني لا انا هي لو مش مناسبه على وشها انا مش برفض. هو احنا بنجرب وبنشتغل عملي على وشها وبوريها بقول لها بصي يعني مثلا ده مش لايق عليها وشك دلوقتي. قمر قمر انت عاجبك اللون ده؟ ده انت مختاراه اهوت. تقولي لا. طب قولي لي على ذوقك اعمل لها. ومن هنا بقى بناخد وندي مع بعض في الكلام بتحس. طيب. ان احنا بنندمج مع بعض كده كلميني عن نفسيه العروسه دلوقتي. انت لو عروسه طبعا كل عروسه بتبقى يوم فرحها متوتره جدا. انا عندي عروسه بتبقى متوتره لدرجه ان هي عينيها بتدمع لوحدها من غير اي حاجه من غير ما ابدا حتى ميك اب. دي بتبقى طيب. مشكله كبيره جدا مشكلة بصراحه. مشكله كبيره في المكياج ولا في نفسيتك انت انها بتوترك؟ لا في الاثنين. يعني هي الدموع دي بتبقى مشكله كبيره جدا لان هي بتاخد وقت كبير قوي وبنقعد بقى نحط قطره ونستناها لما تهدى. ولو مثلا عملنا البيز الاول تلاقيه بقى لسه طاري فتلاقي الدنيا خلاص. طب وعلى النقيض نرجع نبدا من الاول تاني. هل في عروسه بتبقى جايه لك فرفوشه وتقول لك انا ماليش دعوه؟ ايوه هي دي انواع العرايس بقى اللي بتجيلنا. ده احنا عندنا انواع عرايس كتير جدا. قولي. انا في عرايس بتجيلي ممكن تحدد ميعاد فرحها بعد يعني تحدد الميعاد بتاع الفرح بعد ما تحجز معايا. يعني الاول تحجز معايا وبعدين تقول لجوزها يلا انا فاضيه. تشوف انا فاضيه يوم ايه وبعد كده تحجز هي القاعه. لا انا قصدي في النفسيه. في نفسيه العروسه، يعني في عروسه تلاقيها مثلا متوتره زي اللي قلنا عليها. بس بتهدى معانا والله وبتفرفش بنعمل لهم جو. احنا عندنا جو في السنتر اصلا بنخلي العروسه يعني تحس ان هي وصلت القاعه بدري. طيب في عروسه بتبقى اللي جايين معاها موترينك انت وتقول لهم لا من فضلكم انا مش عايزه حد؟ والله احنا في الاول كنا بنمنع المرافقين بس لاحظت ان ده بيخلي العروسه مبسوطه اكتر وبيخليها مرتاحه اكتر معانا فبدانا ان احنا يعني نقول لها هاتي واحده معاكي. تهديها وخلاص. ابص الاقيها جايبه 12. طيب لا انا بيبقى انا قصدي ايه؟ انا قصدي ممكن في ال 12 دول كل واحده براي. لا اعملي كذا. لا طب من فضلك حاولي مش عارفه ايه؟ تسمعي لهم الناس دي ولا صمت؟ بنسمع بس برضو يعني انت بتبقي من الاول العروسه ليها طلب وبتبقي انت ليكي وجهه نظر وبتبقي انت برضو عينك جايبه ايه اللي ينفع وايه اللي ما ينفعش. فانت بترضيهم كلهم بان انت بتطلعي اللوك الحلو قوي اللي فعلا الحمد لله يعني ما بيبقاش في اختلاف عليه. احنا شفنا احنا ما شاء الله عليكي بالبرهان يعني. طيب في مثلا عروسه تكون لونها مثلا سمراء يعني لونها غامق شويه وتبقى مصره ان الفاونديشن يبقى فاتح عشان تقول لك بياضيني. هتوافقي تعملي ده ولا انا عايزه اقول لك ان 99% من العرايس دلوقتي عايزه تبقى بيضه خالص ايا كان درجه بشرتها. وانت بقى كساحره بقى مش ميك اب ارتست عليكي بقى ان انت تتصرفي. تتصرفي. طب بس لا اللي انا شايفاه في الصور اللي شفتها الحقيقه ما احنا بنتصرف حاسه ان لون يعني اهي الصور معانا احنا بنتصرف فعلا اهو في كل الصور مش شايفه ان في ان لون الوش مخالف لباقي يعني. ما انت بتظبطي الاندر تون بتاع بشرتها ومن الاول بقى بيبقى فيه برايمرات وفي حاجات مساعده ان هي تنقل لك اللون بالتدريج بحيث ان هو ما ياكسدش مثلا مع الهواء بره ما لونه ما يغمقش بعد شويه. او تتحكمي في الاويل لدرجه الدهون بتاعه البشره. انت بتفهمي كل ده؟ موضوع كبير.
يعني مش سهله كده الموضوع كبير ومحتاج سنس ومحتاج يعني براندات كتير قوي تبقى عندك، يبقى عندك كل الفرايتي. طب انت هنا بتحطي روج هنا يعني برضو درجه الروج شفت في حاجات في صور نود خالص وصور تانية لا باين ان في روج. الروج بقى ده احنا ممكن نغيره 3-4-5 مرات على مدار الوقت بتاع العروسه. بنجرب كذا درجه يعني بعد قبل ما نخلص يعني بعد ما نخلص رسمه العين بنعمل لون. الزبيب ده ثروت خالص. فعلا دي حقيقه صح. كل الناس الله. قالت عليها كده فعلا يومها. طيب وجالي اكتر من مثلا قولي 50 عروسه وطالبين نفس اللوك ده بالظبط بالشعر بكله بالظبط، بس يختلف طبعا من عروسه للثانيه يعني مش هتعمليه كوبي بيست. ما شاء الله دي خطوبه بقى. دي خطوبه. ودي من الناس الجميله جدا في المنصوره. دي بلوجر أمر. بلوجر عندنا وكانت عامله ضجه جامده جدا ما شاء الله. طب سما انت بتسالي العروسه بيفرق او بيفرق معاكي انت كميك اب ارتست اذا كانت العروسه عامله فرحها في قاعه بالنهار اوبن اير؟ لا في قاعه ولا عاملاها اوبن اير؟ طبعا بيفرق طبعا. بيفرق طبعا في الخامه اللي هتستخدميها. يا سلام. طبعا ان الخامات اللي تستخدميها في مكان فيه تكييف غير في المكان الاوبن اير المعرض للهواء والحراره والرطوبه وكل العوامل الجويه المتغير. طب وبتفرق كمان بقى زي ما قلتي في الليل او النهار؟ يعني لو هي عاملاه طبعا بالنهار؟ في الوان مش هتنفع، مش هينفع تحطي جليتر كتير. هتستخدمي الالوان الشيمر مثلا اللي هي فيها لمعه بسيطه، مش هتحطي الوان غامقه على الروج عشان في الكاميرا طبعا الالوان هتبقى باينه غامقه قوي بالنهار طبعا بتختلف. طب ايه الالوان الموضه؟ هل كل سنه بيبقى فيه الوان هي دي الترند بتاعت السنه؟ دي حقيقه طبعا كل سنه بيبقى فيه احنا ترند. داخلين على اعياد اهو اخواتنا المسيحيين كل سنه وهم طيبين وداخلين على راس السنه وداخلين على ايام كلها احتفالات. ايوه مظبوط. نغششهم كده ايه الالوان اللي ممكن تبقى للسنه الجديده انت هتستخدميها او قررتي ان هي دي تبقى الوان السنه؟ هي الالوان الترندي قوي والمطلوبه قوي واللي فرضه نفسها بقوه جدا السنه دي الالوان البيتشي والنود. دي اساسي يعني ودي اللي هتستخدميها السنه الجايه ودي اللي هنستخدمها لحد راس السنه ان شاء الله. لا الالوان البيتشي والنود مطلوبه وترندي جدا وحتى في اللبس مش في الميك اب بس طالعه موضه جدا. بتصري مثلا تشوفي تفصيله الفستان او لونه؟ طبعا بيفرق معايا. لازم طبعا تشوفيها. بيفرق شكل العروسه كتوتال هو ده شغلي مش بس الميك اب. يعني احنا دلوقتي في العصر الحالي احنا بنشتغل كفوتوغرافرز وويدنج بلانرز كل حاجه وفاشن ديزاينرز بنساعد العروسه في اختيار الستايل. بنستخدم حاجات كتير لعلاجات البشره والشعر شغلنا متكامل. علاجات البشره تعالي لي بقى عندنا قسم مختص لعلاجات البشره في السنتر. تعالي لي لو عروسه جات لك ما لحقتش تجيلك قبلها باسبوع وخلاص فرحها بعد 3-4 ايام ووشها انت شايفه انه ما فيش نضاره فيه وممكن يبقى كمان فيه حبوب. انا فعلا بلاحظ ده وببدا اشتغل على البشره من قبل الفرح ب 10 ايام اتليست. طب ما هو انا معلش بقى يعني الظروف اضطرتني على غفله مثلا عريسي مسافر وهنتجوز بعد يومين ثلاثه برضو في حاجات سريعه برضو. عندنا حل لكل يعني حاجه يعني المهم هتطلعيني من عندك مش باين لبهتها وبجهز البشره برضو ليا لان انا لما بجهز البشره الاول الميك اب بيبان ناعم قوي وسوفت وناتشرال وبيثبت اكتر. طب في عروسه ممكن تقولي لا انا الوش ده مش يعني مش عارفه اتصرف فيه يعني بيبقى مثلا خلقة ربنا كلها لا هو خير. سبحان الله البنات كلها حلوه وكل بنت ليها جمالها بصراحه بس فعلا بيبقى فيه احكي لي وشوش صعبه شويه كده. احكي لي موقف بيبقى فيه وشوش صعبه جدا مثلا بيبقى فيها طبقات من الحب اثار حب الشباب بيبقى مثلا الجود ساعات بيبقى فيه بتبقى متعوره مثلا وهي صغيره مثلا في طرف الكومودينو زي 99% من البنات فبتلاقي البشره بتاعتها صعبه محتاجه تغطيه بطريقه معينه برضه بحيث ان انت تعملي الفول كفرج بس بطريقه ناتشرال. طيب فكره انا يعني ده اخر سؤال مع يعني ارجوكي ركزي وانت بتجاوبيني عليه. فكره ان عروسه تبقى مبسوطه قوي بالمكياج جدا وفرحانه وتيجي حماتها تحضني. لا استني العروسه بتقوم تحضني بقى هي وحماتها على فكره. مفيش حما في المره قالت لا احنا عايزين كده احمر كده وترتر كده في وشها وهي العروسه عيني مش عايزه يا طنط هو ده الموضه. حصل كتير. بتسمعي كلام العروسه ولا كلام الحما؟ في الحاله دي انت بتقفي في النص كده محتاره مش عارفه تعملي ايه مع بعض.
عشان ما يبقيش دعوه. لا انت فعلا مش هتعرفي تعملي ايه، يعني بتصوريها شويه بالميك اب بتاعك اللي انت اخترتيه وبعدين تغيريه وتصوريها تاني. انا عايزه اطلب منك طلب، انا عايزاكي تجينا تاني وبعد اذنك لا يبقى معاكي موديل تشرحي لنا عليها. يا انا بقى الموديل يا حبيبتي عيوني. تسلمي يعني. وجيب لنا بقى ايه الماتيريال بقى الغالي والنفيس. هجيب لك الفرايتي كلها اللي موجوده عندنا ونشرح عملي ان شاء الله. الله. شكرا يا سما جدا، شرفتيني وانستيني. شكرا جداً. لروحك الجميله، انت الاحلى والله بجد. ربنا يا رب يزودك كمان وكمان. تسلمي لي يا رب. شكرا، شرفت بيكي. الله يخليك. للاسف الفقره الحلوه دي خلصت.